المباحثات. عقد حضرة صاحب السمو أمير البلاد مباحثات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في اليوم الثاني من زيارته مع فخامة رئيس جمهورية الأرجنتين كارلوس منام، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الدولية الراهنة. وقد وافتنا البعثة الإعلامية المرافقة لسموه حفظه الله بالرسالة التالية: أعمال قمة الأرض التي ستعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل. أقام فخامة رئيس جمهورية الأرجنتين كارلوس منعم يوم الأربعاء الماضي مأدبة عشاء تكريما لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله. وقد حضر المأدبة الوفد المرافق لحضرة صاحب السمو وأعضاء الحكومة الأرجنتينية ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار قادة الجيش ورجال الأعمال. هذا وقد ألقى فخامة الرئيس كارلوس منعم كلمة جاء فيها: Ahmad al-Sabah, emir del estado de Kuwait, ilustres miembros de su comitiva real, cuerpo diplomático acreditado en la República Argentina, señor nuncio apostólico, señores legisladores nacionales, señores ministros, secretarios, subsecretarios de Estado. هذا وقد رد حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بكلمة قال فيها: Dios clemente y misericordioso, excelentísimo señor presidente, Amigos, أشكركم أخلص الشكر على هذا الاستقبال الحافل وعلى كلمتكم المفعمة بمشاعر الصداقة وكرم الضيافة والدالة على الصفات العالية التي تتحلون بها شخصيا كما يتحلى بها الشعب الأرجنتيني العريق الصديق. Quiero ante todo expresarle el más sincero agradecimiento por este cordial recibimiento. y por vuestras palabras rebosantes de sentimientos de amistad y hospitalidad que reflejan las altas cualidades que caracterizan a vuestra persona como también al noble y amigo pueblo argentino. ويسعدني أن أعرف لكم عن الشعور المتجدد بالارتياح والسرور إذ يتجدد اللقاء بكم على أرض الأرجنتين الطيبة فمنذ أيام قليلة تشرفنا بلقائكم على أرض الكويت حيث شاهدتم وبعد مرور أكثر من عام على التحرير والإعمار آثار الغزو القادر على الكويت. Me es muy grato asimismo expresarle el renovado sentimiento de complacencia y alegría al reiterarse mi encuentro con usted, esta vez en la noble tierra argentina. Hace pocos días Tuvimos el honor de encontrarnos con usted en tierra kuwaití, donde pudo observar, aún después de haber transcurrido más de un año a la liberación y la reconstrucción, las huellas de la pérfida invasión a Kuwait. ولقد عبرنا لكم عن امتناننا البالغ لموقف الشعب الأرجنتيني الذي ساند ودعم حقنا وكانت له مشاركة فعالة وبناءة. في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعدوان العراقي وما زال على موقفه الصلب في تنفيذ هذه القرارات
وها أنا مرة أخرى وفي رحاب بلدكم أجدد عرفان الشعب الكويتي لشعب الأرجنتين الصديق، وأكرر شكرا لهذا الموقف الإنساني. En aquella oportunidad le hemos expresado nuestra enorme gratitud por la posición del pueblo argentino al brindar su asistencia y su apoyo a nuestro derecho al participar en forma activa y constructiva en la ejecución de las resoluciones de las Naciones Unidas relacionadas con la agresión iraquí y al mantener hasta el momento esta sólida posición en cuanto a la aplicación de dichas resoluciones. Una vez más, y al encontrarme hoy en vuestro hospitalario país, renuevo la gratitud del pueblo kuwaití al amigo pueblo argentino y reitero el agradecimiento por aquella postura humana. وهنا تنبغي الإشادة أيضا بالإرادة العظيمة التي مكنت شعب الأرجنتين ليتقدم بخطى نوعية وسريعة نحو ازدهار مشهود وملموس في المجال الاقتصادي انبعاثا من السياسة الاقتصادية الرشيدة التي انتهجتموها فخامة الرئيس، وأنا واثق أن هذا الازدهار سوف يستمر وينمو. En este sentido, se debe asimismo elogiar la grandiosa voluntad que ha posibilitado al pueblo argentino avanzar con pasos conscientes y rápidos hacia una prosperidad concreta y reconocida en el campo económico, a partir de una acertada política económica que vuestra excelencia ha adoptado. Al respecto, tengo la plena confianza que dicha prosperidad ha de continuar y crecer. وكما تعلمون أننا سواء في الأرجنتين أو الكويت نؤمن بأن التعايش المبني على الحوار وتبادل المنافع هو طريق العالم كله للرخاء والسلام، وبناء على ذلك وعلى الصداقة الوطيدة التي تربط بلدينا وشعبينا فإنني أتطلع لكل ما يوثق هذه الصداقة ولا سيما التعاون الذي يهيئ الفرص لتبادل المنافع والخبرات في جميع المجالات الممكنة. Como usted sabe, nosotros, tanto en Argentina como en Kuwait, creemos que la convivencia edificada sobre el diálogo y el intercambio de beneficios es el camino que puede conducir al mundo entero hacia el bienestar y la paz. Y es a base de ello, y a base de la profunda amistad que une a nuestros países y nuestros pueblos, que yo aspiro a lograr todo aquello que pueda consolidar aún más nuestra amistad y en especial la cooperación que pueda facilitar las oportunidades del intercambio, tanto los de beneficios como de experiencias en todos los campos posibles. ويعمق في الوقت نفسه التفاهم بين شعبينا بل يقودنا إلى تبني المواقف الموحدة التي تحقق الخير لبلدينا وتؤازر قضايا الإنسان في كل مكان. كما أنني واثق كل الثقة من أن هذه الزيارات المتبادلة ستعمل دائما على فتح مجالات أوسع للتفاهم والتعاون المثمر لصالح بلدينا وشعبينا، وهذه غاية نسعى إليها ونتطلع إلى أن نرى نتائجها الإيجابية. Aquella cooperación que pueda profundizar al mismo tiempo el entendimiento entre nuestros pueblos y que además pueda conducirnos a adoptar las mismas posiciones que permiten realizar el bien de nuestros países y apoyar las causas del hombre en todas partes. Asimismo, tengo en ese sentido la más plena confianza que este intercambio de visitas ha de contribuir permanentemente a abrir las más amplias puertas ante el entendimiento y la fructífera cooperación en beneficio de nuestros países y nuestros pueblos. Este es un objetivo hacia el cual deseamos avanzar y cuyos resultados positivos aspiramos ver. وإذا اختتم كلمتي كما بدأتها بالشكر لما حطموني به من مشاعر الصداقة والحفاوة، أتمنى من الحكومة الأرجنتينية أن تعمل مع الدول الصديقة بالضبط على النظام العراقي لإطلاق أسرانا ومحتجزينا الموجودين في السجون العراقية.
Al finalizar mis palabras, tal como las he empezado, con el agradecimiento por todo lo que me ha rodeado de sentimientos de amistad y hospitalidad, quiero expresarle mi deseo de que el gobierno argentino trabaje conjuntamente con los países amigos en el sentido de presionar al régimen iraquí con el fin de lograr la liberación de nuestros prisioneros y detenidos en las cárceles iraquíes. كما أتمنى للأرجنتين بحيوية شعبها وقيادتكم الحكيمة كل تقدم ورفاهية والسلام عليك. Finalmente, vaya mi deseo para que la Argentina, con la vitalidad de su pueblo y con vuestra sabia conducción, logre todo el progreso y el bienestar. La paz sea con usted.